هلا والله سهلة، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله اموركم زينه. انا غبت يوم واحد بس جابكم طبخه ان شاء الله انها بسيطه وسهله، وابيكم تطبقونها معي. ابيكم تطبقونها معي اليوم تسوونها معي. طبعا هي معروفه ام علي بس فيها شوي اختلاف. اول شيء عندي هذه بدخلها بالفرن. هذا الحين الخلطة حقت أم علي اللي هي اللي بنشربها أم علي نفسها. شوف، أول شيء حليب، عندي بيضتين تقريبا، هذه الأولى، نزل هي الثانية، عندي الحليب المكثف نزل عليه، نبدأ نحرك. ببدأ الحين بالحمسة اللي بتكون فوق التوبينج حق ام علي. اول شيء اللي هو سكر البني، حط الحين بعد اللوز فوقها، غير اللوز بعد بحط اللي هو عين الجمل. ابدا احمس، اضيف عليها اللي هو جوز الهند، كميه كبيره. عشان نغطي ام علي نحتاج الخلطه هذه اللي هي قشطه، وعندك اي نوع قشطه، انا حطيت نوعين قشطه مع بعض، وعندك هنا اللي هي كريمه الخف، واخلطهم كلهم مع بعض اثنين. طلعت بفباس من الفرن، ابدا ايش اقصصها، لازم تصصها صغار. شو التشريبة اللي سويتها معكم، الحين أصبها على إيش؟ على البف باستري كلها كاملة. وهذه الخلطة اللي سويتها معكم اللي هي توبينج فوق كذا، خلاص باقي اللي حمسناه مع بعض نحطه فوق. بلا مجاملة ودي تشمون ريحتها صراحة. خلونا نشوفها كذا كيف مليانة. كيف؟ ما شاء الله تبارك الله. حط فوقها